كده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربيه زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سارقها؟ انت تنفع تسرق؟ انت كان حصاله ولا بتاع عربيه؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيز. انا لا حرامي ولا مرتشي. ومش ندمان. اركب انا اصلا مش كاتب. اركب. هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أبدع مطعم في مصر، ناكل لقمة حلوة ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر إني واخدك أفسحك؟ أنت اتكلم قول لي دماغك فيها إيه؟ آكل الأول حنفي. آكل الأول. ده الحريم لسه موجود، الواحد نسي. ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه، اتحرك اعمل همك. ترابيزه انت بتتمع ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت. اربعه عشان خالتي وجوزها جايين. مش انا يا مدام. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مدام. بلاش اغرف. كبيرة تاني يا زوق. يلا بلاش كلام فاضي، المحل باظ. يلا يلا. الله ايه كده؟ انت نفسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه، باخد حق بدراعي. حاجة تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. الطقم البيضة اللي جاي. فز قوم يلا. ماشي يا باشا. متأكد العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجة يا باشا. الكذب خيب، أنا كذبت عليك. أمال مجردان وقع على فين؟ خدمة إنسانية مش هنسهلك العمر كله. هجيلك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. أقول لك أنا يا باشا، أصل أنا ليا عمة غلبانة وحدانية، رجلي في الدنيا ورجلي في الآخرة، وملهاش غيري. هروح أطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك إن شاء الله. قلت يا باشا. نجر قدامي. ربنا يكرمك. بنت عمتي
ده كان بنت عمتي. امال فين عمتي؟ انت خرجت امتى يا حنفي؟ خرجت امتى؟ يلا مفيش وقت. تعمل ايه عندك يا لعيب؟ مستني حنفي. حنفي مين؟ حنفي الأبهة. نعم يا روح امك، وحنفي الأبهة بتاعك ده بيعمل ايه في بيتي؟ بيت ايه بقول؟ اهو ايه؟ جوزك وده ايه اللي رجعه في ساعة زي هنا؟ هو غير مواعيد ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اختاري طيب ولم نتجاشر بأي حاجة. قول مين قدك على وجهك؟ انت مش بتاعي. ها طب تعالي شوية بس يا يا بوليس يا خالد اهو حرامي حرامي. هنا كده عيب ايه؟ ايه بتزعقوا ليه؟ ما خلاص طفيناه. ايه اللي طفيتوه؟ الحريقة. حريقة ايه؟ هو انت ما قلتلوش؟ اصل انا كنت معدي انا وصاحبي في الحاره، سمعنا السيدي بتاعتك تقول حريقه حريقه، طلعنا جري. انا دخلت جوه طاف الحريقه وقلت له هو يبلغ المطاف ويستنى عشان يجيبه. حريقه في ايدي. يلا يلا بينا. عمتك برضه؟ ده وقت تحيه باشا. يلا فيها 50 جلده. مش مستني ان شاء الله. يعني مفيش حريقه جوه بيتي ولا حاجه. ازاي؟ ده السيد كان هتولع جوه. لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ الحق طفيها. خلاص يا معلم طفاها. طفاها؟ ايوه. تنهار ابوك اسود ومش فاهم. تعالي تعالي هنا باشا. ايه؟ العربية ما تخشش جوه. وده بيت مين ان شاء الله؟ عمتك التانية؟ لا ده بيت اهل دعاء مرات احمد اخويا. خيري ويعلن معاه. خطف مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سنجي سنجي بعدين نخلص المال. التحريات اللي عندي بتقول اللي بقولهولك هو اللي مظبوط. سكتنا جايه لها هربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي حنفي، خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حال، دعوات في حال. امال جالك منين هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه. الكوره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله. خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان نساجي. انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. افتح. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. قفشوا حرامي فراخ فوق. حرامي؟ اه ولاد الحرام كتير. حرامي فراخ. وفي لا مفيش حاجه. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ اه انت راجل دماغك متكلفه. مساء الخير. مساء الفل. شوف ده بقى في حمايتين وحجرين كده على مزاجك. ها عينيا. انا متهيألي سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت، ده بس اللي بقيت معاك. انت بتديها من امتى؟ عليا النعمه. ما انا فاكر
انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. التعميره حلوه قوي. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ بيقول لك ما خرجش من ايام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدأوا فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، ومحدش له عندي حاجه، ومعرفش حد. امال خطفوا مراتك ليه؟ معرفش. ما حدش اتحرك في مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني بحالي يا اخي، سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك. سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خير ورشاد بقولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلمهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس انا دافعها 8 سنين طويله جوه السجن من عمري، دي حقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. انت هتقابلهم امتى وفين؟ انت فلوس لغايه ما يجي. علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان ابنية في عيني. هي باصت ولا حاجة يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضلي. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. عقبال كل سنه يا روحي. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ملمونه. معقوله. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك، اخته جوه تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي، امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين تلاتة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا. شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة؟ آجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم؟ دي عبلة موسى. عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك، خد. أنا أي مساعة نونة في المطبخ. هاي. لا يا بابا، ميرسي قوي. أنتِ تخرفي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجة واحدة بس، إن أنا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الأول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش أي حاجة تتعيب. لا في عجرفة الفقراء ولنات الحيلة. وما تنسيش إنك أنتِ محسوبة عليا. أنتِ اسمك عبلة موسى. وبرضه أنا حرم المقدم شريف بركات. يلا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت اللي هتخليك هنا. قولك يلا. ايه بالراحه. يلا مساء الخير يا رجاله. مساء النور. ايه ده؟ جايب حرامي ما كانش حاجه بقى. اما حبيبه والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكراكونات والسجون اتملت فول قلب عشان يجيبوا الحراميه يبيتوهم في بيوتهم.
هو عليه انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القباه عمبر واحد زيزان 24. بقول لك حنف القباه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده وننزل على طول. اهلي حماتي. مساء الخير يا تاني. موسى عاجبك كده؟ انا عملت حاجه قدامي. طب قولهم يعملوا لنا شويه شاي خرمان. منى اعملوا شويه سم هاري يشربهم. قدامي. ايه تعالى هنا اهو خش قدامي. موسى ماما خيريه فوقي قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افتلى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. والله زمان. ماما بابا سيبينا اتحنى احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهباب يا حبيبتي. يلا يلا بينا كريم. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. وطي صوتك ليه اسمعنا. محسن هي حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا بقى بدل ما تدخل في ايدك هديه جايب لي مسجون. يا عبله ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف عبله عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده. انجرح منه الشاي يلا خلصيني. انا ايه خايفه من ايه؟ يلا وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا عمر من قد من اعدامه بحسبك حنف القباه. نعم حنف القباه مسجون ومش متجوز بس ان شاء الله طالع افرج بعد 22 سنه. وانتي ها انتي اسمك ايه؟ انا ايه مالك متاخده ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. منى منى عاش الاسامي يا منى. انت متقربه لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ انا جاب لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا. معقول؟ حد بالحلاوه والجمال ده متجوزه لغايه دلوقتي؟ ازيك يا منى؟ لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب لي البيت تخشيب يا شريف. سبحان الله سبحان الله. ايه؟ في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق.
هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ اه. هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثة عربية كرو. عربية ايه؟ كرو. صورة تلقى الأصل منك. كل حاجة فيك بتفكرني بيها. جمالك، رئتك، عينيك، لمسة ايديك. كنت أول ما أشوفها أخد إيديها من إيديا كده أحطها على شفايفي. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير وحس براحة غريبة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده كده احس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام انام. عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسيني من حنانها. تسيني بالظبط. هي كانت بتبرق كده برضه. لا اله الا الله. لا تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقت لقيتنا يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكرو. الكرو اسمع. عندها مشكله كرو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش لحد خالص مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياه بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عيلك. مالك يا عبله في ايه بس؟ اسالي محروس اخوكي. الشنطة بتاعتي فين؟ الشنطة دي بس يا عبلة. يا عبلة عندك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك. انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. الادراء يا جماعة. ايه يا جماعة؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعدة في البيت ده يعني. مش قاعدة في البيت ده. في 60 داهية يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف. ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عندك انت اوديها لك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدامي. طيب يا شريف انا تقولي في 60 ده يا عامله. ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عامله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي لي الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ انت عايز الحق. الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملها ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على راي المثل. اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي. انا عارفه الغلطه غلطتي. انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقه واللي اتكسر يتصلح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ اه غش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين مريحته حالا. بس حاجه تاني. الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حاله ومرته جبتته ما سيبلوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. انت بس يا شريف بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى. اللي في دماغها في دماغها. مصممه على الطلاق. مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون. يلا. هي مساله عند. طب انا مش هطلق. واعلى ما بغيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في اواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها شايفه؟ وتقولي لي بتحبك. بنت خيريه مصممه على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش.
ده اصل ايدي جت على البتاع، فالبتاع جه على البتاع، فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع. لسه لك حاجه تاني؟ لا يلا بينا، خلينا نسيب له بيت ونمشي بالقلب الدماغ. انها كبرت في المي خلاص ولازم تطلعني دلوقتي. مش هطلعك، والبيت هسيبهولك. اسمعي بيه شريف، عامله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص، ما تدخليش في المسائل دي لحظتك على وشك. انت مالك كده تسيبيهم يتفلقوا وتتنينوا مع بعضيهم؟ اللي بقت عيشه دي كل شويه زعيق ونكد، يا عيشه بقى تعصر العمر يا شيخه. يلا بينا عامله. تعالى هنا انت رايح ايه؟ انت بتكسرني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. مشي. انا شايف بقى ان العيال خلاص خالص. ماشي خربتها وقعدت على طلعها. هز امي نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة يا باشا. يلا الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معايا يا باشا، متقلقش. طب ما يمكن راح حته تانيه. لا لا ليه؟ وطي صوتك، الحته مليانه نضرجيه، لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هروح حته تانيه؟ ده مؤاخذه، ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبه. دولاب من اياهم؟ اه الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودره؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. اه بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف، واللي مشغلها البيت نوسة جو بتاع بدوي، عشان كده جايين جايين. ما تقبض سجارة باشا كده ينوبك سواب. سجارة باشا. هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اليومين دول يا معلمه. لموا العمليه شويه، مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمه؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافه التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له الكافتير الكافتير. لا مؤاخذه يا باشا، انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ يبان عليها بنت ناس وبتحبك. اه مقدرش انكر انها بتحبني، بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها على شق. اه انت اتجننت؟ انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف اما اقول لك، الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجري بق ولا حيلتك اللاضه. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه بدوي؟ وادي خايد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل انا؟ غرناها معلمي. بيض بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. انا رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، فؤاد اسمه بالانسو جوه ايده مرزبه. تسلم ابو الرجل، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايف، بتاعت امبارح كده احلى. انت احلى بالكل. يا ابني حرش الحجاره شويه. بالهنا والشفا.
وزهيري ورشاد وبدوي وموسى. والله وقعت ولا حد سمع عليك. فين؟ الحفظ والصون يا أباها. ذكر الشباب. بغص العربية؟ وأنا كنت بغص مرسيدس أخي. هلا بيك. إيه ده؟ وريني. خدت ايه الحاجات دي؟ يلا بدك حكايه. مالناش دعوه دلوقتي يا سيد احمد. لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شويه. اسمع خده واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيعه دي والحق خير ورشاد يا باشا. احمس نفسك كده لغايه ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوه روحكم. يا باشا كده يا باشا. الله ده انت بسبعة ارواح يا باشا. مش فاهم الواد ده طلع لنا بالامن وسيبه وليه اللي خرج من السجن اساسا؟ ده احنا كنا ضايعين ضايعين. اللي هيجنني ايه اللي لم الشمع على المغرب؟ كان بيعمل ايه حنك مع ضابط المباحث؟ حنك؟ ما كانوش حاملين علينا قنبينة هما الاثنين وكانوا هيتقاسموا في الفلوس. حنك مش سهل. اسألنا انا عليه. الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه.
وتضمن منين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عمله طعم يصطادنا بيه وما كناش شوفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعه قبل ما يتلام على اخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ احمد طول ما معانا كلمه الكذاب، مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، انا ابتديت اخاف. عشان جبال اللي يخاف الايام دي ما يعيش يا بدوي.